السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام الفنانة صفية العمري هنعرف النهاردة الفيديو ده فيه أسرار كتير جدا عن الفنانة صفية العمري وهنتكلم عن حياتها الشخصية وكمان الفنية وهنتكلم مين هو زوجها وهنتكلم عن حاجات كتير قوي معانا في الفيديو هنتكلم في الاول عن نشأتها وهنقول هي من مواليد 20 اكتوبر عام 1949 واسمها الحقيقي صفيه مصطفى محمد العمري وكانت في مرحله الثانويه والتحقت صفيه بكليه التجاره جامعه الاسكندريه وبعد كده تخرجت ومن حبها للفن والاعلام عملت فتره مراسله صحفيه بتغطي احداث وفعاليات المؤتمرات وكمان في بدايه حياتها كانت بتعشق عزف الكمان ورأس الباليه وانتقلت من مراسله صحفيه للعمل في اعدادات التلفزيون وقدمت بعدها في احد المسابقات وطلب تقديم برنامج جديد ونجحت في المسابقه وتم الاعداد لتقديمها البرنامج وبدات الصحف تنشر صورتها واخبار ولفت جمالها الانظار أنظار المنتجين وكمان المنتج الشهير رمسيس نجيب واكتشفها وأسند إليها أول دور لها كان في 1974 من خلال فيلم أه. عذاب فوق شفاه وكانت بتلعب دور فريدة ومن أشهر أدوارها في الدراما جسدت شخصية نازج هانم دار في مسلسل ليالي الحلمية أطلقت في عدد كبير جدا من الأفلام السينمائية كمان زي على باب الوزير مع زعيم عادل إمام ويسرى والراحل سعيد صالح وتعاونت مع الزعيم عادل إمام في فيلم أنا اللي قتلت الحنش كمان وتألقت الفنانة صفية العمري في التلفزيون وفي السينما ومن أشهر أعمالها اللي قدمتها على الشاشة الصغيرة مسلسل أحلام الفتى الطائر كمان مع الزعيم عادل إمام أما عن زيجات الفنانة صفية العمري فتزوجت صفية العمري من جلال عيسى بعد قصة حب كبيرة والذي كان يكبرها ب 12 عام وأنجب منها ولدان واستمر الزواج 18 عام وقالت صفية العمري ان هي حصل خلاف بينها وبين زوجها بعد تحقيق الكثير من النجاحات في التمثيل واكدت كمان انه لم يعترض دخولها في البداية الفن ولكن بدأت الخلاف بعد شهرتها لان تأثرت وانتهت بالعلاقة للانفصال ورفضت صفية العمري تكرار تجربة الزواج بعد انفصالها عن زوجها وقررت صفية العمري انها تستكفي بتجربتها الاولى اللي هي الزواج الاولاني وقررت انها تركز مع اولادها وكمان احفادها والفن كمان وتم اختيار صفية العمري سنه 1997 سبيرة النوايا الحسنه لدى الامم المتحده في الشرق الاوسط ولكن في عام 2006 اعتذرت عن الاستمرار في المنصب احتجاجا على حرب في لبنان وأصيبت الفنانة صفية العمري بالعصب السابع وهو ما أدى لوجود شلل في جزء الأيسر من وجهها مع ارتخاء في عضلة العين وخرجت أحد الشائعات وقالوا أن أثرت على مستقبلها الفني وهي أنها تعرضت لعملية تجميل فشلة أدت لتشويه وجهها ومشهد اصابتها في بالشلل في فيلم صاحب الاداره بواب العماره كان في الوقت ده كان وقت مرضها وان المشهد خرج للجمهور طبيعي جدا ورفضت صفيه العمرى ان تقدم دور تاني بعد تقديمها البطوله وترى ان ذلك يتعارض مع تاريخها الفني الفنانه فنين. صفيه العمرى انها جسدت جميع الشخصيات حتى شبعت تمثيل